السلام عليكم، برحب بكم في السمارت جريد. اليوم نتكلم على الأبتمال باور فلو، حنتكلم في الجزء الأخير في هذا المجال اللي هي visualization of the result of a probabilistic power flow. لما نيجي نتطلع عليها، طيب هذا إيش اللي بنا نشوفه في هذا المجال؟ بنيجي نتطلع، هاي الشبكة اللي عندي الجريد تبعتي، هاي الموجود عندي إيش الويند. الآن احنا بدنا نمثل الانسرتينتي في الماجنتيود تبع الموجودة عندي. الآن الويند موجودة على من 9 ومشبوكة مع بس 9 10 11 و12 الموجودين عندي. هاي 9 10 11 و12 مشبوكين مع الجنريتر موجود. طلع عندي جي 1 وجي 2 وجي 3، هاي البص تبعاتهم الموجودين، هاي 1 هان، هاي 2 هان، هاي 3 هان. الآن هدول أبعد إشي عن مين؟ عن التوربين الموجود عندي تبع الويند. هاي اللي عندي كل ما فيه بقرب على هدول. إيش بلاحظ هان؟ 8، وين 8 هان؟ هاي قريب يعني في هذا المجال 8 7 اللي عندي 7 7 هان مشبوك مع لود، و8 مشبوك و9 مشبوكه مع لود، و5 مشبوكه مع اللود الموجودات هان. ايش بنلاحظ هان؟ هان تقريبا الانسرتينتي اللي عندي عاليه جدا في يعني عاليه جدا في الموجوده، عاليه جدا في التوربين تبع الويند. ايش بلاحظ هان؟ الاختلاف في الماجنتيود هي مغطي تقريبا المساحة كاملة من عند 9 10 11 12. هدول المين اللي قراب لمين؟ لا الويند توربين. يعني الويند توربين الانسرتينتي عالية، الفاريشن في الماجنتيود عالي. طلع الفاريشن في الماجنتيود عند 7 و5 برضو، هاي 7 و5 برضو عالي في هذا المجال. ليش؟ لأنه هدول مشبكين مع لود، والتسعة مشبكين مع لود، واللود فيه بيصير له variation في مش ثابت في القيمة، حسب الديمان تبعه بيختلف. الآن لما أجي أطلع 1 و2 و3، الواحد واثنين وثلاثة الفاريشن أقل إشي، لأنه هدول جنب مين؟ التوربين العادية، الجنريترز العادية. الآن إيش اللي بحصل؟ إلا أنه في فاريشن. الفاريشن لأنه هدول لما هذه goes down أو يختلف الماجنتيود تبعهم، هدول بدهم يعوضوا، فبصير الاختلاف ل عند البصز الموجودة عندهم في هذا المجال. هذا بفرجينا probabilistic power flow للسيستم الموجود عندها. الآن هذا اللي حكينا فيه في بالمختصر. الآن إيش اللي حكينا اليوم فيه؟ حكينا على عدة شغلات، حكينا على الباور فلو أناليسيس، وتكلمنا إنه هذه هي عملية نوميريكال أناليسيس. يعني أنت بدك تعرف شوية في المات تبع النوميريكال أناليسيس لتشتغل عليها، أو بدك تعرف يعني يمكن إلكم بدكم تستخدموا بلاك بوكس. إيش البلاك بوكس؟ إنه بدي أجي أدخل على برنامج بعمل لي نوميريكال أناليسيس، أدخله الإنبوت وهو يعطيني الاوتبوت. يعني انا بدي اعمل كولج مثلا في اللاب، لا في الماتلاب للفانكشن الموجوده، واعطيها الانبوت وهي تعطيني الاوتبوت، وارسم الاوتبوت الموجود عندي. هذا البلاك بوكس اللي بنتكلم عنه. الان تكلمنا على عده ميثود زي يعني جاوس وزي نيوتن والفاريشن تبعتها، سواء البي دي اف او الدي سي، وقلنا هدول كلها هي طرق تستخدم. يعني واحدة بتبقى بنحاول نبسط العملية، بس بنلاحظ احيانا بيصير عندي انه الاكيورسي بتروح او الاتيريشن بزيد، يعني بصير سلو، يا سلو يا السلونس، يعني بصير في مشكلة فيه، يا اما بصير مشكلة في الاكيورسي. بعدها رحنا للأبتومال باور فلو، وقلنا الأبتومال باور فلو هي تعمل اوبتمايزيشن حتى تصل للقرار الصحيح. الان في الاوبتمايزيشن بروبلم انا ايش عندي؟ عندي كوست فانكشن، والكوست فانكشن هذه
بدي، سواء بدي اعمل مينيمايزيشن او ماكسمايزيشن. يعني لو عندي انا بدي اجيب الماكسيمم باور للسيستم هذا اللي بقدر يعمل له سبلاي، او بدي اعمل مينيمايزيشن للكوست، مينيمايزيشن للفيول، مينيمايزيشن ل خلينا نقول اي النتورك اللي يعني النودز. فهذول كلهم نتكلم عنهم ككوست فانكشن او اوبجكتيف فانكشن. في عندي كونسترينز. ايش الكونسترينز؟ كونسترينز ممكن تكون هارد كونسترينز زي الايكواليتي، يعني بده يكون بيساوي، زي النودل ايكويجن او الفولتج ايكويجن، يعني الكورنت ات البرانشز او الفولتجز ات النودز، هذول ايكوال. او انيكواليتي، عندي زي الثيرمال كونديشنز تبعت مثلا الترانزميشن لاين، حاجات زي هيك. الان الفولتجز اللي عندي السوليوشن بده يكون ويذن الليمت اللي انا بحطها، وهذه بنتكلم فيها الباوندز. والسوليوشن بده يكون اوبتيمال وجلوبال اوبتيمال، مش لوكال الموجود عندي. الان تكلمنا كيف انا استخدم، في عندي انسرتينتي في السيستم. الانسرتينتي هذه دو مثلا احيانا تبقى للجنريشن، خصوصا لما اتكلم على الرينيوبل. الرينيوبل اتكلم على البي في او الويند مثلا. الخلايا الشمسيه الاداء تبعها الاوتبوت بيختلف من اول نهار لنص نهار لاخر نهار، بيختلف في الشتاء عن الصيف. نفس الشيء بالنسبة للويند، في اختلاف. يمكن طرحنا احنا مثال الويند، الويند جينيريشن، وتكلمنا عن كيف انا امثل هذا الجينيريشن، وتكلمنا انه احيانا انا بدي اوصل للجاوسيان فانكشن. الجاوسيان فانكشن اللي هي بيل شيب، احيانا رحت على الجاوسيان ميكسر انه كيرف واحد مش كافي، بدي اكتر من كيرف كومبينيشن منهم. وبعدها رحنا قلنا للويبل كيرف. الويبل كيرف اللي هو بيستخدم فيه تمثيل الويند سبيد. وهذا ايش؟ انا باجي بحط على الاكس اكسس السبيد، وعلى الواي اكسس الفريكوانسي، يعني كل هذه بتتكرر قديش هذه السبيد. وهذا الشكل تبعها مش زي البيل كيرف، لانه هذا تلتد لوان سايد، يعني بميل في شقة أكثر من الثانية. وهذا اللي تكلمنا عليه، وتكلمنا كيف نستخدم المونتو كارلو أناليسيز يعني تتعامل مع الاستوكاستيك نيتشر أوف المسائل اللي زي هيك. الآن بعدها جينا تكلمنا على الفاريشن في دو تو دي انسرتينتي، كيف بتأثر على السيستم، وشفناها في اخر اشي كيف. وهيك بنبقى احنا خلصنا هذه الوحدة، وان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم معكم عن الديناميك للجريد جريد سيستمز. يعطيكم العافية.